السلام عليكم أصحابي وأحبابي الطلبة، إزاي تعمل مشروع باوربوينت محترف؟ وإزاي تقدر تشد اللي قدامك للموضوع بتاعك وتقنعه بيه؟ وإزاي تبهر اللي قدامك بفكرتك اللي أنت عايز توصلها له؟ كل ده هقولك عليه في المشروعين المختلفين اللي هوريها لحضراتكم. بس قبل ما أوريك المشروعين، في شوية حاجات عايزك تخلي بالك منها. اولا، البرنامج يا جماعه اسمه باور بوينت، يعني القوه في النقط. ملاقيش يا جماعه الصفحه الواحده فيها اكتر من سطرين او ثلاثه بالكتير، ملاقيش الاقي حد كاتب 3 4 سطور او 50 سطر في صفحه واحده. انت شغال على باور بوينت مش شغال على الوورد. ولو هتعمل حاجه زي كده، يعني لو هتكتب اكتر من سطرين، لازم تحط صوره او فيديو عشان يخطف العين، عشان اللي بيقرا ما يزهقش من اللي هو بيتفرج عليه. تاني حاجة، الديزاين. لازم يا جماعة شكل الصفحة يليق على الموضوع اللي انت بتكتب عنه. انا مثلا هنا كاتب على سيد درويش، فهو ابيض واسود، عشان كده اخترت اللون الرمادي. فلازم حضرتك يكون لون الصفحة لايق على الموضوع اللي بتتكلم عليه. فالالوان لها دلالات، فانت لازم تكون قاري في دلالة الالوان. تالت حاجة، ودي اللي هنتكلم عليها، لازم الموضوع اللي انت هتكتبه لازم تكون قاري عنه كويس، ولازم تكون محضره كويس، عشان ما تفوتكش حاجات صغيرة تفرق معاك جدا في الموضوع. وفي نوعين يا جماعة من المواضيع. أول نوع يا جماعة، إنك بتنزل حبة صور أو بتحط صور، وبعد ما بتحط الصور أنت اللي بتشرح. طيب، ما دام أنت هتنزل حبة صور وأنت اللي هتشرح بنفسك، في الافضل من قائمه ترانزيشن هنلاقي هنا حاجه اسمها اون كليك، فتضغط اون كليك. طيب اشمعنى يعني؟ قال لك عشان تخلص شرح براحتك والصفحه ما تتنقلش. اون كليك دي يا جماعه الصفحه ما تتنقلش الا لما انت تدوس يا اما على المسطره اللي هي السبيس، يا اما على الماوس. طيب لو هتعمل زي ما انا هعمل كده دلوقتي، تمام، الموضوع هو اللي بيتكلم عن نفسه، يعني انا كاتب كل حاجه والموضوع هو اللي بيتكلم عن نفسه، ساعتها اعمل افتر، وبرده من قائمه ترانزيشن. طيب حلاوه الافتر يا جماعه ان الفيديو هو اللي هيتحرك لوحده، او الباوربوينت او السلايد او المشروع بتاعك او الشرائح بتاعتك هتتحرك لوحدها، تمام، بعد الفتره بالظبط او الثواني اللي انت كاتبها او الدقايق زي ما انت عايز. طيب بعد كده في حاجة برضو مش لازم ننساها. لو انت يا مستر، لو انا ما عنديش وقت ان انا افضل اظبط فيه بقى كل واحدة لوحدها، انا مثلا هنا عامل 19 صفحة، في ناس عاملة 30، في ناس بتعمل 40، في ناس بتعمل 50، اعمل عدد الصفحات زي ما انت عايز، اهم حاجة تخلص الموضوع بتاعك عشان تقنع اللي قدامك بيه. طيب مش دي الفكرة. لو انا عملت يا مستر 50 صفحة دلوقتي، تمام، لسه بقى في كل صفحه انا عامل ترانزيشن وانيميشن خاص بيها، انا كده هاخد وقت كتير، ولسه بقى هظبط وقت كل صفحه، ولسه هعمل. طيب افرض انا ما عنديش وقت. لو ما عندكش وقت، ظبط في الصفحه، اول صفحه اللي انت عايزه، بعد كده اعمل ابلاي تو اول. طيب ابلاي تو اول هتريحك جدا. اشمعنى؟ عشان ابلاي تو اول لو دوست عليها، اللي انت بتعمله في صفحه واحده بيظهر على كل الصفحات، فبيريحك. طيب ده لو انت ما عندكش وقت. طيب تمام. طب لو عندي وقت، طبعا بقى بتخش على كل صفحه وتظبط فيها زي ما انت عايز. ويا ريت يا جماعه الانيميشن والترانزيشن يتظبطوا على حسب الموضوع. يعني موضوع مثلا فيه حزن كتير او فيه مأساه، يبقى قلل الترانزيشن والانيميشن شويه. طبعا الترانزيشن ده الانتقال ما بين صفحه وصفحه، والانيميشن ده اللي هو بيبقى على الكلام او بيبقى على الصور، اللي هو الصور تنزل تتحرك او الكلام ينزل يتحرك. طيب فيا ريت لو انت الموضوع حزين قوي، في موت، في ماساه كبيره قوي، فبلاش ترانزيشن وانيميشن. يعني يا اما ما تحطهمش خالص، يا اما بتعمل ترانزيشن وانيميشن بسيط جدا لايق على الموضوع. طيب طبعا كل موضوع يكون في افراح او في مثلا تحقيق حلم او تحقيق امل، يبقى ممكن تكتر الانيميشن والترانزيشن بتوعك زي ما انت عايز. ودلوقتي اسيبك مع المشروعين اللي انا عايز اوريهم لك. واحد فيهم يا جماعه محترف، والتاني اللي انا هوريه لك برضه ينفع المبتدئين. طيب هنبتدي مع المحترف الاول. طب هو ليه يا جماعه الموضوع ده موضوع محترف؟ عشان في صور، في فيديوهات، في انيميشن، في ترانزيشن، تمام. وبعد ما نخلص المشروع ده هنخش بقى المشروع اللي ينفع المبتدئين، اللي هو فيه صور وبس،
تمام. بس قبل ما اوريك يا جماعه المشروعين واسيبك معاهم عشان تتفرج براحتك، استاذنك في لايك سبسكرايب وتفعيل سر الجرس عشان مزيد من الفيديوهات. اسيبكم مع اول مشروع اللي هو سيد درويش. قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، قوم بنصري نصر دين وارض عليك يوم ما I'm
وبكده يا جماعة، وبكده يا جماعة احنا خلصنا اول مشروع، اتمنى يكون اعجبكم، وهنخش دلوقتي في تاني مشروع. ونبتدي يا جماعة مشروعنا التاني اللي هو انا بعتبره مبتدئين. ليه بعتبره مبتدئين؟ لا انا مش حاطط غير حاجات بسيطة جدا، يعني موسيقى بس تصويرية، شوية ترانزيشن وانيميشن صغيرين جدا جدا، فما بعتبرهم مبتدئين عشان لو عايزين مثلا يعملوا شوية كلام وشوية صور بس لا اكتر ولا اقل. فهسيبك مع المشروع التاني اللي هو بعنوان ستيف جوبز، يلا بينا.
وبكده يا جماعة احنا خلصنا المشروع التاني، اتمنى انه يكون اعجبكم. لايك سبسكرايب وتفعيل زر الجرس، واستنونا في مزيد من الفيديوهات.